أهلا بكم. ثمة أوجه قصور كبيرة تعتري النظام السياسي في العراق، والتي من المرجح أن تجعل من الصعب على أي رئيس وزراء جديد تشكيل حكومة والنجاح في مهمته. والقضية الأكثر أهمية هي أن مشاكل العراق كبيرة ومعقدة، ويبدو أنها غير قابلة للحل. هكذا لخصت مجلة فورين بوليسي الأمريكية المشهد الحالي في العراق. وتضيف فورين بوليسي لا أحد يعرف كيفية إصلاح هذا القصور الكبير في نظام العراق السياسي، على الرغم من سنوات عديدة من المحاولات الدؤوبة. فسياسات العراق بعد الغزو الأمريكي تشبه نظام الغنائم المصحوب بالفساد وانعدام الرقابة الحقيقية، ومعظم الأحزاب السياسية متواطئة في هذا الأمر. وعليه فأنه من شبه المؤكد أن المؤسسات السياسية العراقية ستقوض أي قدرة أي رئيس حكومة جديد، ومنهم الكاظمي، على أداء مهمته وفق المجلة الأمريكية. فساد النظام السياسي في العراق المزمن وتشوه مؤسساته الرئيسة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل اكتشف الأمريكيون الآن أن نظام العراق الذي صمموه عام 2003 هو نظام غنائم متخم بالفساد ومنعدم الرقابة، وأركانه كافة متواطئون كما تقول مجلة فورين بوليسي؟ وهل مؤسسات هذا النظام ولدت مشوهة، أم إنها تشوهت لاحقا بفعل التحديات والصعوبات التي اعترضت طريق التغيير الذي جرى في العام 2003؟ وهل آمن الأمريكيون الذين صنعوا ودعموا هذا النظام الآن أن أمراضه السياسية مستعصية ومزمنة ولا علاج لها برغم المحاولات المتكررة في هذا الصدد؟ وإذا كان هذا النظام فاسدا ومشوها، مشوه المؤسسات، ويستحيل معه أي إصلاح أو تقويم كما تقول مجلة فورين بوليسي، فلماذا إذن ما زال الأمريكيون يغدقون عليه دعما غير محدود؟ ثم أليست مفارقة كبيرة أن الأمريكيين صنعوا عراقا ضعيفا واهنا مشتتا عام 2003 ليسلموه لاحقا إلى غرمائهم الإيرانيين الذين يحرصون على إبقائه، أي العراق الضعيف كما هو عليه الآن وفق فورين بوليسي؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني قحطان الخفاجي. أتشرف أن أقدم لك كتاب التكليف، وأتمنى لك كل الموافقية يا كاكا مصطفى. وزراء غير مهنيين فاسدون تابعون للأحزاب، كلها صفات بدأ يطلقها المطلعون على المشهد السياسي في العراق على أعضاء حكومة رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي. أود أن أعبر عن امتناني لسيادة الرئيس وكل القوى السياسية تحقيقها الإجماع الوطني ومنح هذه الثقة. مواصفات الحكومة المقبلة ليست اتهامات تلقى جزافا، وإنما معلومات تؤكدها مصادر من داخل العملية السياسية، ويفسرها توافق الكتل والأحزاب على الكاظمي بعد موجة رفض تعرض لها بداية الأمر، وهو ما لم يتم لسابقيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي. Well, thank you very much. It's great to be with the president. كما لا يخفى على أحد أن ثمة رضا أمريكيا إيرانيا على الكاظمي مكنه من قطع أول شوط في الحكومة المقبلة. مراقبون للمشهد السياسي يرون أن إتمام مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني تحقيق الاستقرار السياسي للمنظومة الحاكمة ونجاتها من دوامة الأزمات التي تعصف بها. وما رد ذلك إلى استمرار نهج نظام المحاصصة والعقلية الطائفية والأسلوب الفاسد التي تحكم به البلاد، والذي يعد هو سبب معضلات العراق وليس الحكومات المتعاقبة بحد ذاتها، حتى أن ثورة تشرين جاءت نتيجة وعي تراكمي وصل إلى نتيجة استحالة إنقاذ العراق إلا بتغيير مضمون النظام وشكله الخارجي. وما يزيد من تعقيد المسألة السياسية هو الانهيار الاقتصادي المستمر واستنزاف مقدرات البلد على حساب مصالح العراقيين ومعيشتهم.
كل هذه المعطيات تدلل على أن الحكومة المقبلة لن تزيد شيئا على سابقاتها إلا بالفساد والقمع والاستبداد. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث وتناقش المقال التحليلي لمجلة فورين بوليس الأمريكية عن فساد النظام السياسي في العراق وتشوه مؤسساته الرئيسة وأمراضه المستعصية التي يستحيل علاجها. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. الضيوف كلهم جميعا سيكونون معنا عبر سكايب، مرحبا بهم جميعا. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، المقال التحليلي الذي نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن العراق قال إن النظام السياسي في العراق يشبه نظام الغنائم، وهو نظام فاسد لا رقابة فيه، وكل الطبقة السياسية متواطئة وحريصة على بقائه بهذه الطريقة. هل الأمريكيون الآن اكتشفوا أنه نظام غنائم الآن، أم هو منذ التأسيس أريد له أن يكون نظام غنائم وقد سار بالطريقة التي يريدها الأمريكيون وحلفائهم الإيرانيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وضيوفك الكرام، وأقول يعني رمضان مبارك على الجميع وعلى أهلنا وعلى كل المسلمين في العالم. أهلا الله. الحقيقة قضية يعني أن يكون النظام بالشكل الذي تصفه فورين بوليسي، وهي مجلة تابعة للخارجية الأمريكية، ليس جديدا، وهذه يعني نتيجة أو محصلة كانت واشنطن تعرف بها من البداية. عندما تأتي دولة وتحتل بلدا وتدمر دولته ومؤسساته وتقلب كل حياته يعني رأسا على عقب، ما هي النتيجة المتوقعة؟ هكذا هي النتيجة المتوقعة عندما تأتي بأناس يعني من 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 أنحاء مختلفة من العالم لكي تسميهم معارضة، وهي تعرف طبيعتهم وقدراتهم وتفكيرهم، وأنهم في الأول والأخير هم أجراء تابعين لهذه الدولة وهذه القوة وتلك القوة. بالتالي النتيجة هي ما الذي كانت تريده من العراق؟ هي كانت تريد تدمير العراق وإحالته إلى هذه الصورة التي وصل إليها، والآن النتيجة متحققة. أما أن تأتي أمريكا وتصف هذا الحال بالوصف الذي هو عليه العراق، هذا أعتقد يعني فيه تدليس وفيه محاولة للتضليل. هذه واحدة. الثانية أن أمريكا وإيران يعني الطرفين اللي يرعون هذه العملية وهذا التخريب الذي حصل في العراق، الطرفين الرئيسيين يعرفون اليوم أن الطريق أصبح مسدودا للعراق وللولايات المتحدة ولإيران على حد سواء. يعني وصلوا إلى طريق مسدود، هذا الطريق المسدود ليس على العراقيين فقط، لكن على الولايات المتحدة وإيران في نفس الوقت التي ترعى هذا النظام. لذلك ربما الحديث في هذا الخصوص جاء بهذه الطريقة التي تحدثت بها فورين بوليسي. هذه الحقيقة. العراق لا يحتاج اليوم بعد هذه 17 سنة اللي مضت خبير مثل أي خبير يكلفه أي مركز دراسات مرموق وعالمي لكي يصف الوضع العراقي. الوضع العراقي فيه من التشوهات وفيه من الأوضاع الشاذة ما هو واضح على السطح، لا يحتاج إلى خبير. الوضع مكشوف الآن بعد 17 سنة، وصلنا إلى نتيجة واضحة جدا، والشعب العراقي يدرك هذا الوضع وكل العالم الآن يدرك هذا الوضع. ربما كان هناك تضليل، كان هناك دفع العراقي إلى الظلمة لكي لا يراه أي طرف. الآن الكل بات يعرف أن العراق في أسوأ حالاته، في أزمة كبيرة، أزمات كبيرة، لديه أزمات متتالية، وكل الحلول المطروحة الآن هي حلول غير طبيعية. لذلك أنا يعني في مقالة وأنت أتيت عليه في المقدمة قلت أنه يتحدث أنه لا يعني لا أحد يستطيع أن يفعل شيئا لإصلاح الوضع. المدخل خطأ، الإصلاح لا يمكن الإصلاح.
العراق يحتاج إلى تغيير شامل، لا يحتاج إلى إصلاح، هذا الوضع لا يصلح من البداية. يعني المقال دكتور، المقال يقر وهذه نتائجة فلا يمكن إصلاحها. المقال يعترف أنه جرت محاولات عديدة في سنين عديدة، لكن هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، أقصد محاولات التقويم والإصلاح لهذا النظام. نعم، لذلك قضية الإصلاح لا يمكن التطرق إليها. العراق لا يحتاج اليوم إلى إصلاح، لأنه لا شيء يمكن أن يصلح. إصلاح الشيء معناها ترقيع، ومعناه استمرار الأزمات، استمرار الحال السيء، محاولة للاستعمار، محاولة لتوجيه الأنظار باتجاه آخر ونسي المشكلة الرئيسية. لدينا مشاكل كبيرة جدا جدا بحاجة، وهذه المشاكل لا تحل إلا بتغيير شامل، والتغيير الشامل هو الحل الوحيد. إذا المقالة كلها إذا كانت نتحدث إلى الحديث عن الإصلاح فهي مقالة مضللة، والغرض منها تضليلنا، لأن العراق يحتاج إلى تغيير. نعم، مع إقرار يعني المقال التحليلي أنه لا علاج لأمراض النظام السياسي المستعصية على الرغم من المحاولات، سنتحدث أيضا عن أفق الحل، شكل الحل في العراق. دكتور عبد الحميد العاني، أيضا المقال يتحدث أنه المؤسسات الرئيسة في هذا النظام المريض وأمراضه مزمنة ومستعصية على العلاج، كلها مشوهة. هل هي ولدت مشوهة منذ البداية بسبب مشاكل النظام أو ظروف، الحقيقة الظروف التي أحاطت بولادة هذا النظام، احتلال وما غيره، أم أن التحديات اللي اعترضت عملية التغيير عام 2003 شوهت هذه المؤسسات؟ التحديات والصعاب، كانت هناك مقاومة وكان هناك إرهاب، وكان هناك أيضا الحقيقة عملية رفض وعملية ريبة من هذا النظام الديمقراطي في منطقة ترزح تحت أنظمة شمولية دكتاتورية، وكما قال الجعفري المنطقة كانت تنظر بعين الحسد لنا، وأيضا ناصبتنا العداء، لأنه في العراق نظام ديمقراطي لا يوجد عند جيرانه على الأقل. تحية لك وللضيوف الكرام ولجميع المشاهدين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام ويرفع البلاء والوباء. حقيقة قبل أن نجيب عن هذا السؤال، ربما من نافلة القول أن نقول أن هذا الذي ورد في هذا المقال وربما في غيره على ألسنة العديد من بعض السياسيين الأمريكيين من تشخيص هذا الواقع، هم لم يأتوا بشيء جديد، إنما هو اعتراف متأخر لأمور شخصتها القوى الوطنية العراقية منذ بدايات الاحتلال وربما قبل حتى الاحتلال، حيث جاء على لسان العديد من هذه القوى ومنها هيئة علماء المسلمين وقبلها رابطة علماء المسلمين أو علماء العراق في الخارج أنه هذه هي ستكون النتائج. الأمر الآخر، هذا التشخيص حتى أيضا نجيب وننطلق منه إلى إجابة على سؤالك، هل هو مشوه من البداية أو نتيجة الأداء أو سوء الأداء أو ما ادعوا أنه بعض الظروف وغير ذلك من أمور، نقول تاريخ هؤلاء هذه الأحزاب والإدارة الأمريكية إدارة الاحتلال هي تعلم ذلك، أن هذه الأحزاب تاريخها السياسي هو تاريخ إرهابي، قامت بعمليات إرهابية، قتل وخطف في العراق وفي خارج العراق، وهذا معروف وموثق عندهم، وتاريخهم أيضا في ولائهم لغير العراق هو ولائهم لكل الدول، لكل المخابرات عدا العراق. يعني العراق بالنسبة لهم هو فقط مجرد مكان إما للانتقام من شعبه الذي ربما كان كما يعتقدون ويصرح به بعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم سياسيين أنهم كانوا سندا لما لحقهم بالظلم وغير ذلك. هذا التاريخ دليل قاطع على أن هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا أو جاء بهم الاحتلال الأمريكي هم يعرفون أنهم لن ينتج منهم أي خير. الأمر الآخر الذي هي الإطار الذي أوجدوا فيه اللي هو العملية السياسية التي أمنت لهؤلاء هذه الأحزاب الفاسدة والإرهابية، أمنت لهم أن يمارسوا إرهابهم ضد البلد. يعني كان إرهابهم ربما في منطقة معينة ولأشخاص، الآن بات إرهابهم وفسادهم مفتوح الأبواب على بلد بأكمله ونهب ثرواته بكاملها
وأمن لهم هذا الاحتلال بهذا الإطار السياسي وبدعمه الخارجي من خلال المجتمع الدولي كله، لأنه إدارة الاحتلال الأمريكي أعطت أوامرها للعالم أجمع لكل الدول أن تراعي هذا النظام، هذا العملية السياسية بكل جزئياتها. فكان الجميع إذن هم السبب في هذه الكارثة التي لحقت بالعراق. إذن المشكلة ليست فقط في الأشخاص، نعم الأشخاص بأدائهم السيء بل المتعمد في الإجرام في الإرهاب ضد العراقيين وفي نهب ثرواته هو له أثر أساسي كبير جدا، لكن في ذات الوقت والإطار الذي سمح لهم بأن يمارسوا هذا الإجرام وهذا الفساد، فإذن العملية السياسية بجملتها هي مشوهة منذ البداية ومقصودة أن تكون بهذا الشكل وبهذا الإطار حتى تؤدي هذه النتائج، لأنه الاحتلال الأمريكي أراد من العراق نموذجا للشرق الأوسط الجديد اللي هو الخراب، يعني دعنا من الظاهر. وهذه نقطة تفضل نقطة مهمة وصلتنا إليها. نعم بالضبط، الحقيقة هو تدمير العراقي وهو مقصود. نعم دكتور قحطان الخفاجي، يعني الآن آمن الأمريكيون كما ورد في المقال التحليلي للفورين بوليسي أن هذا النظام الذي طبعا صمموه ودعموه وما زالوا يدعمونه أمراضه مستعصية ومزمنة، وبالتالي لا علاج له على الرغم من المحاولات العديدة خلال المرحلة الماضية. يعني السؤال، هل هم أرادوه نظاما مريضا واهنا ضعيفا بهذه الطريقة كما يقول دكتور عبد الحميد العاني، أم أنهم كانوا يراهنون على الزمن في أن يأتي بعلاج لهذا النظام، أن يتعالج أن يتعافى، مراهنة على الزمن وعلى الدعم المستمر حتى وصلوا إلى نقطة يبدو النقطة من اليأس والقنوط الآن؟ حياك الله أخي العلي وحيا القناة وحيا الضيوف الأفاضل، رمضان كريم على العالم. هلا دكتور. العراق بشكل خاص حقيقة هو في غاية الأهمية الموضوع الذي خصيتمونا في مناقشته. نعم. وذلك لأن هو دلالة واضحة على ثمة شيء في مدرك الإدارة الأمريكية قادم، وهو إلى حد كبير يحاكي الحالة التي سبقت 2003 عندما صدر الشبيه لهذا المقال في أذن الفورن أفيرس، كان يقول بمعناته أعتقد لكروزمان يقول إن الشرق الأوسط بحاجة إلى عاصفة جديدة، أي يجب أن يتغير حالة في العراق. عندها قيل يتغير لأن هناك إرادة دولية على أن النظام الذي كان سابقا يجب أن يغير، وهو تشكيلة خاصة به. الحالة الآن اللي حصلت في العراق لا تختلف نسبيا، أمريكا هي التي ساهمت بإنشاء هذا النظام، وبالتالي مفهوم التغيير لم يأتي في هذا المقال على ما أظن أنه قراءة دقيقة علمية فقال إصلاحا، ولكن هو في حقيقة الأمر يسعى إلى تغيير. لماذا يسعى إلى تغيير الآن وهو مأخذ سؤالك؟ أتوقع أن المآلات التي ذهبت إليه هذا النظام بعد متغيرات كثيرة حتى بالشكل، عندما انسحبت أمريكا شكليا عن حجم تأثيرها المباشر والشكل الواضح في الشارع العراقي، وتفردت إيران، جعل من إيران إلى حد كبير متغير أو فاعل في الشأن الإقليمي. هذا انصب انعكس على اهتمامات أمريكا في المنطقة، خصوصا في صراعها مع روسيا ومع الصين، وبالتالي أدركت أن المآلات في العراق خرجت حتى عن ما كانت ترغب به. اثنين، متغيرات دولية فرضت ذاتها واستثمرت هذا التغيير، لذلك لابد أن تعاد الأمور إلى نصابها، أن يكون العراق إلى حد كبير أمريكيا، وأن تكون الفاعلية الإيرانية عن طريق بغداد محجمة بشكل كبير، تلجم فاعلية إيران الإقليمية وتؤثر على القوى الدولية الكبرى كروسيا والصين. وبالتالي في رأيي أن هذا التغيير هو إرادة أمريكية مقدمة عبر القضايا العلمية، لأنه هي آلية معتمدة عندما تصاغ بعض الاستراتيجيات عبر مراكز بحوث كما حصل حتى بعد الاحتلال. إذن هي إرادة أمريكية إلى ظهور التصحيح أو تغيير تعديل ما، بحيث تلجم حجم الفاعلية الإيرانية
وتغير من طبيعة الترتيبة، هذا ليس بالتأكيد حرصا على أمريكا لأن تنقذ العراق. أمريكا كما نعرفها ليست مهمة إنسانية وليست بنظمة إنسانية، لا، مصالحها. إذن المصالح الأمريكية استوجبت عملية إعادة شيء معين حصل في العراق ووصل مواصله إلى أن تكون إيران صاحبة القدح المعلى في الشأن العراقي ومنه إلى المنطقة برمتها. نعم دكتور رافع الفلاحي، هناك إشارة في المقال حقيقة غريبة، في مقال الفورين بوليسي يقول أنه قد يكون للبلد مؤسسات ديمقراطية لكن إذا لم يتبنى قادته قواعد ومبادئ الديمقراطية فيمكن أن يتعرض هذا النظام للخطر بشكل قاتل. هل يقصد الأمريكيون أنه في العراق ديمقراطية لكنه أركان هذا النظام ليسوا ديمقراطيين، لم يؤمنوا بالديمقراطية، لا يتبنون المبادئ والقواعد الديمقراطية؟ هذا الفصل بين النظام وشخوصه هل هي محاولة من الأمريكيين للتهرب من مسؤولية الكارثة التي وقعت في العراق من 2003 إلى اليوم؟ يعني هذه إشارة غريبة تحتاج إلى توضيح. نعم أستاذ ماجد، إشارتك الأخيرة دقيقة جدا، هي واقع الحال، هي محاولة من أمريكا لكي تحمل أهل العراق مسؤولية ما حدث. هي تريد أن تقول أن التغيير، ما تسميه تغييرا، هذا الاحتلال الذي جاء للعراق هو خطوة صحيحة، لكن تطبيقات فيما بعد التي عهدت للعراقيين كانت خطأ، ومن يتحمل مسؤوليتها هي القوى العراقية. هكذا تريد أن تقول في كل الأحوال، وفي كل المرات كانت تؤكد على هذا الحال، وبغض النظر عن قولها هذا وعدم قناعتنا به، لكن نريد أن نقول أن العراق هناك يعني منذ عام 2003 لحد الآن هو بلد التناقضات، هو بلد الاختلاف بين النظرية والتطبيق. هناك حديث عن ديمقراطية وحرية واحترام لحقوق الإنسان والوقوف مع المظلوم وتوزيع الثروات بشكل ورفاهية وتقدم، لكن كل هذا لا يوجد على أرض الواقع. يعني واقع الحال شكل، والحديث والشعارات شكل آخر. يعني هم بارعون في إطلاق الشعارات، لكن هم لديهم تصميم ثابت ولديهم رؤية ولديهم برنامج لإسقاط هذه الشعارات تماما ولتدمير الشعب والعمل عكس ذلك. فبالتالي القضية معكوسة. لكن أريد أن أقول أنه يعني ربما تعقيبا على ما قال الدكتور قحطان، أنه أمريكا أدركت أخيرا، يعني ربما هذا جاء هذا المقال للإدراك هذا الذي حصل، أدركت أخيرا واشنطن أن المراهنة على لعبة الكراسي الحاكمة في العراق من خلال التوافق هي وإيران على أن يتولى سين أو صاد رئاسة الوزراء أو تعيين مسؤولين العراقيين مسؤولين الحكوميين، هذه عملية فاشلة. وبالنهاية هي وجدت خلال 17 سنة أن كل هؤلاء الذين توافقت عليهم سيكونون بالمحصلة بولائهم لإيران. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجدت أمريكا أن مصالحها في العراق معرضة للخطر. هناك نهج من واشنطن كان خطأ، ربما سيصل بها الحال، يعني لا بأس، ربما سيصل بها الحال أمريكا واشنطن تعترف بأن النهج الذي اتخذته من عام 2003 لحد الآن، وهناك بوادر حديث عن هذا الاتجاه، كان فيه فشل كبير ولابد من تغيير النهج. دكتور هذا يطبع إلى إذا سمحت لي سنناقش الحقيقة في سياق الحلقة قضية أنه إلى أي حد يمكن أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعترافها وإقرارها أن النظام في العراق نظام فاسد وأمراضه مستعصية، هل ستتخلى عنه؟ هل سترفع الدعم؟ هل ستحاربه؟ دكتور عبد الحميد العاني، يعني أليست مفارقة أو أمرا غريبا أن هذا المشروع الذي جيء به إلى العراق وإلى المنطقة لديمقراطة المنطقة وتخليصها من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، وأن العراق سيكون واحة للديمقراطية ومنصة للانطلاق، يتحول خلال 17 سنة إلى مشروع خطير أمراضه مزمنة، يهدد العراق وأمن المنطقة، ويصبح عبئا حتى على الذين صمموه، على الذين دعموه، على الذين روجوه، وهم طبعا الأمريكيون. خلال 17 سنة يتحول إلى مشروع كسيح
يحاول الأمريكيون بطريقة أو بأخرى أن يتخلصوا منه. أمر غريب هذا. لا ليس غريبا، لأنه يجب أن نفرق نحن بين الشعارات الأمريكية وبين يعني مشاريعها على أرض الواقع. الإزدواجية والمباينة أو التباين بين الشعار وبين التطبيق من أهم لوازم السياسة الأمريكية. دعنا عما تتحدث عنه وترفعه من شعارات الديمقراطية وحرية وغيرها، كل هذه الشعارات لم نرى لها أي أثر على أرض الواقع، وإنما هي نقيضها جاءت به، فسيما في المثال العراقي الذي نتحدث عنه. هنا أمريكا هي لا تريد من العراق، لا تريد لا ديمقراطية ولا حرية ولا رخاء. هي لم تأتي لأجل سواد عيون العراقيين، وهذا لا نقوله بعد 17 عاما، وإنما قلناه في الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي. ولسنا وحدنا، الكثير من القوى الوطنية والكثير من أبناء الشعب العراقي أدركوا ذلك، ولذلك حملوا ضد هذا الاحتلال، حملوا سلاح المقاومة وكلمة المقاومة والرفض وغير ذلك. واليوم الشعب العراقي أيضا يدرك هذا الأمر. إذن هذه الشعارات نتركها على جنب. ثانيا، نتكلم عن هذه الآثار التي قلتها أنت، الآثار السلبية هنا. ما ضرر الأمريكا؟ من المتضرر منها؟ المتضرر من هذا النظام الآن، النظام الفاسد والإرهابي وغيرها، هو الشعب العراقي. ولو كان للشعوب قيمة عند المجتمع الدولي وعند خاصة الشعوب المنطقة أو المنطقة المتوسطة كما يسمى، أو الشعوب هذه الأخرى، لو كان لها أي قيمة عند الاحتلال الأمريكي وعند هذا المجتمع الغربي لقدموا له جزءا صغيرا ربما مما يدعونه أو يرفعونه من شعارات الحرية وحقوق الإنسان وغير ذلك. إذن المتضرر هو الشعب، والشعب هو آخر ما تفكر به تلك الحكومات، تفكر هي فقط في مصالحها. فهل تضررت المصالح الأمريكية بهذا المشروع؟ هل الآن الآثار السلبية للفساد وللظلم والانتهاكات حقوق الإنسان تؤثر على المصالح الأمريكية الكبرى؟ دعنا من بعض الخسائر الجزئية، نعم ربما تكون هنالك خسائر جزئية في المشروع، لكن المشروع بشكل عام الكبير وفق نظر الاحتلال الأمريكي الراعي الأساسي لهذا الاحتلال لهذا المشروع لا يزال يسير في طريقه، وهو تدمير العراق وتفتيته وإيذاء شعبه وإضعافه، وصولا إلى السيطرة الكبرى عليه وأيضا على بقية الشعوب المنطقة الأخرى. نعم، طبعا أستأذن من المشاهدين الكرام ومن الضيوف أيضا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش بشأن المقال التحليلي لمجلة فورين بوليسي الذي كتب ونشر عن الوضع الحالي في العراق. بعد الفاصل نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تناقش المقال التحليلي لمجلة فورين بوليسي الأمريكية عن الوضع في العراق. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان الخفاجي، أيضا المقال يتحدث أنه هذا النظام الذي يقيم في العراق بعد 2003 نظام فاسد، نظام غنائم، نظام مشوه المؤسسات، ولا يمكن أن يسمح لأي رئيس حكومة أن ينجح في مهمته بسبب هذا الفساد والتشوه وما إلى ذلك. إذا كانت هذه قناعة الأمريكيين أو الدوائر أو الدوريات القريبة من صانع القرار الأمريكي، وأيضا تحدث عن محاولات عديدة لإصلاحها وتقويمها لكنها كلها باءت بالفشل، إذا لماذا مستمر الإغداق الأمريكي بالدعم سياسي وعسكري
وأمني ومالي، لماذا يدعم لحد الآن بهذا السخاء إذا كان نظاما فاسدا ربما شبه ميت؟ حياك الله مرة ثانية أستاذ العزيز. أهلا وسهلا. هذا النظام السيء الفاشل، أنا العبد الله أول من وصفته منذ 2003 بالعملية السياسية العوجاء النشاز الفاشلة، وصفت الدستور بالهجين. نعم. هذه لم تأتي بشكل عشوائي، لا، هذا أريد لها هذا التخطيط أساسا، وهم يدركون جيدا مع من يتعاملون من الرموز التي جاء بها من على شوارع وأزقة الدول الأوروبية والمنطقة، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك مجموعة انتهازية أنانية مذهبية طائفية تؤسس إلى حالة من الفساد الكبير الواسع الذي يمنع إنشاء دولة وتكوين دولة. أمريكا لم تسعى لأن تغير نظام بنظام آخر لكي يعود بلد العراق بمستوى البلدان الأخرى، بالتأكيد، يعني كان الصهيوني الذي هو خلف أمريكا وإيران يسعى إلى أن يفتت هذا العراق هذا البلد، لأن هناك كما معروف اللاهوت اليهودي وفي بحر تكوت حكام صهيون، لابد أن يدمر العراق. قال على ما شيء القبيل، قال كل ما أمامك فهو لك، كأنما الله ينادي شعب الله المختار بين قوسين، فخذه واقطع ما عليهم من شجر وبشر وحجر وابدأ في بابل، فعليك ببابل، لا تبقي عليها شجر ولا بشر ولا حجر. إذا العراق هو يراد أساسا لدماره، ولكن عندما وصلت المواصيل إلى أن ليس فقط تدميره، أمريكا طبعا استأجنت شيئين أساسيين من التغيير. دكتور أشكرك، اسمح لي دكتور، الأمريكيون في عام 2003 عندما جاءوا بهذا المشروع دعموه وساندوه، بشروا به أنه على النظام ديمقراطي، أثنوا عليه، مدحوه كثيرا. الآن بدأوا يكيلون الشتائم له، يحذرون منه، يتهمونه بشتى الاتهامات. لو أريد له منذ البداية أن يكون مشروعا تدميريا، لماذا في البداية أثني عليه والآن يحذر منه؟ بل وحتى الأمريكان في على الأقل سياسيا وإعلاميا كأنهم يدعمون خصوم هذا المشروع، يعني على الأقل شكليا سياسي وإعلامي، أو يتفهمون مطالبهم بإزالة هذا النظام. والحقيقة المقال أشار إلى هذه القضية، أن العراقيين الآن يطالبون ليس فقط بطرد رموز هذا النظام بل باقتلاعه واجتثاثه وإنهائه نهائيا، وهذا مطلب التظاهرات، هكذا قال المقال. بالتأكيد، لأن الإدارة العراقية الحالية هي إدارة إيرانية بامتياز، أي أن إيران قدراتها الآن، وحتى أن بقت تجابه أو تصارع على الحصار الاقتصادي، هو بسبب النفط العراقي. إيران مع العراق الرقم المعلن هو 20 مليار دولار اقتصاد تبادل تجاري، والنفط العراقي في يد الإدارة الإيرانية مباشرة. يعني أنا مسؤول عن كلامي، لا حسابات ولا ما في بالعالم أنه النفط يهرب ويصدر بدون عدادات. شيء آخر، الإقرار السياسي العراقي، القوة العسكرية العراقية ممثلة بالفصائل الموالية لإيران ذات الفاعلية بالشأن العراقي، موالية لإيران وجاهزة لأن تكون جزء من صهيونية إيرانية، وبالتالي أمريكا أدركت المآلات التي وصل لها العراق هو أن يكون العراق إيرانيا، وبالتالي يؤثر على طبيعة التفكير والسلوكيات والضغوطات الإيرانية الأمريكية التي ترى أو تتمناها. لذلك لابد الآن أن يتم تغييره، هذا واحد. اثنين، النظام الحالي رسميا لم يكن هناك قرارات أممية ضد النظام العراقي في العراق، وبالتالي أمريكا تدرك العمل السياسي والدبلوماسي بصورة علمية، لا تذهب باتجاه الوقوف بالضد كما وقفت ب 2003 قبل 2003 عندما كان هناك قرارات أممية ضد نظام بغداد. إذا أمريكا تسعى إلى التغيير، نعم، انطلاقا من أنها تحاكي رغبات الشعوب، وبالتالي هذه الثورة تشرين هي التي فعلا فرضت وحل العراق وخلاص العراق، فرضنا على القوى الأخرى الخارجية. أمريكا تحاول أن تمتطئ، ونكون صريح، الحراك باعتبار أنها تدعم الحراك لأجل خلاص، هي حقيقة الأمر تدعم لأجل أن تغير العملية السياسية الآن بعملية أخرى تكون لصالحها،
لذلك هنا المفرقة الصعبة الكثير. سعت أمريكا عن طريق هذا التقرير المنشور على أنها تحاكي رغبات الشعوب بالتغيير لكي لا تبدو وكأنها ساعية بفرض قوة معينة. اثنين، التغيير السياسي الآن ضروري لأن خلاص أمريكا وسلوكها في تغيير العراق. نقطة أخيرة العفو، الدعم الواضح هو دعم شكلي وليس كبير، ودل على ذلك أن هناك ضغوط كثيرة على الحكومة العراقية وعلى شخوصها. أيضا في نفس النقطة نسأل الدكتور رافع الفلاحي، دكتور أيضا المقال تضمن إشارة إلى أن العراقيين يطالبون بإنهاء هذا النظام وليس يعني رموزه، وحتى أن المقال يقول أن إدارة ترامب توصلت إلى استنتاج مفاده أن الانخراط في الحياة السياسية في العراق مضيعة للوقت، وأن إدارة ترامب الحقيقة وضعت في تصورها أو في خططها أنها قد تتعامل مع تداعيات انهيار النظام في العراق. هذه الإشارة إلى قضية مطالب العراقيين بإنهاء النظام هل تحمل شيء من الجدية أو من التفهم الأمريكي لمطلب الشعب العراقي؟ لا أستاذ ماجد، يعني دعني يعني ربما سندخل في التحليل قليلا لكي تكون الصورة واضحة. الحقيقة المقال هو توطئة تقدم لما سيأتي، والذي سيأتي ليس يعني بعد يومين أو ثلاثة وربما شهر أو أكثر. سأقول لك لماذا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية اقتنعت أن أي حكومة ستأتي في العراق لن تكون إلا تكملة لمشوار الطريق المسدود، وهذا الطريق المسدود ليس للعراق فقط لكن للولايات المتحدة وإيران على حد سواء مثل ما قلت، لأنه ليس لأي رئيس وزراء لأي حكومة قادمة في العراق فرصة لحل الأزمات التي تعصف في العراق، التي تتعايش مع العراقيين. أولها انهيار شرعية الطبقة السياسية، يعني الآن يتحدثون عن الكاظمي، هل يستطيع أن ينهي أزمة انهيار شرعية الطبقة السياسية وعمليتها السياسية؟ لن يستطيع، رغم أنه يعني عدم قدرة الطرفين أيضا الإيراني والأمريكي الراعيين لهذه العملية على مد يد العون لإنقاذ هذا الموضوع. الثاني، خضوع العراق أكثر لإيران، رغم أن إيران الآن تعاني من تصدع كبير وثقوب كبيرة، وربما يعني إذا ما درسنا الحالة كلها سنجدها في حالة انهيار. الثالثة، وهذا بسبب أنه كل الطبقة السياسية لديها قناعة قوية جدا أن إيران تحمي فسادهم وتحمي وترعى كل التخريب والنهب الذي يقومون به. الأزمة الاقتصادية، أزمة كورونا، والشارع المتفجر، هذه كلها أزمات، على الأقل خمس أزمات رئيسية موجودة على الساعة. أمريكا تنظر إلى القادم. الآن الحديث يجري في ظل كورونا عن نظام دولي جديد سيخرج إلى العلن، هذا الحديث يجري الآن، وأمريكا كل مراكزها الدراسات وكل مطابخها السياسية تفكر إلى البعيد. إذا كان هناك من نظام دولي جديد سيتأسس فيما بعد كورونا، فيجب أن يكون أيضا نظاما. صارت عندنا مشكلة مع دكتور رافع. طيب نتوجه للدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، ما دام قناعة الأمريكيين الآن بهذا الشكل أنه هذا النظام، دكتور عبد الحميد ويانا؟ دكتور عبد الحميد العاني، دعني فقط أكمل هذه الفكرة. أي تفضل، فقط احنا الحقيقة انقطع الاتصال مع جنابك، تفضل دكتور رافع. يلا فقط هذه الفكرة. فلذلك أمريكا الآن تعد العدة كاملة لكي تفرض نفسها على النظام الدولي الجديد إذا ما جاء، وتعود هي القوة أو المسيطرة والقوة الأساسية والرئيسية التي تسيطر على هذا النظام. هذه هي الحقيقة الأساسية. فبالتالي أمريكا، هناك حديث اليوم أن أمريكا ربما ستذهب إلى الصراع مع الصين، إلى الصراع مع روسيا. أنا أعتقد هذا ليس صحيحا. أمريكا لن تدخل في صراع مع دول قوية ودول ممكن أن تخرب العالم وممكن أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، هذا غير وارد تماما. ستذهب إلى دول ضعيفة، والدولة الضعيفة التي ستذهب إليها هي إيران. مع كل احترامي للآراء التي تقول أن أمريكا لن تتصادم مع إيران، أنا أعتقد أن أمريكا ستتصادم مع إيران ليس لصالح العراق وليس من أجل عيون العراقيين وليس من أجل
خدمة التظاهرات طيب. العراقية أبدا دكتور، ولكن هل تسمعني أستاذ ماجد؟ إيه أسمعك 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 جيد، ولكن من أجل أن تفرض نفسها كقوة أساسية في النظام الدولي الجديد الذي سيتأسس فيما بعد كورونا. لذلك أنا أعتقد هذا المقال توطئ لمرحلة واضح. جديدة قادمة لا محال ستفعل فيها أمريكا ما ستفعله في إيران. الآن هي تريد الكاظمية. أشكرك دكتور. بهذه الوزارة لكي تكسب وقت هي وإيران لمرور فترة كورونا، أزمة كورونا. أشكرك فقط لأن إحنا الآن ما نقدر نأخذك لأنه أكو مشكلة بالصورة، إلى أن تضبط أرجع لك. دكتور عبد الحميد العاني، في النقطة اللي وصلنا لها دكتور رافع أنه المدايات التي قد تصلها الولايات المتحدة في صراعها مع إيران، وطبعا الوضع في العراق جزء لا يتجزأ من قضية إيران، إلى أي حد ممكن تصل أمريكا في قضية موقفها من النظام في العراق، خاصة بعد هذه التقييمات السلبية الكبيرة لهذا النظام وهذا يعني التوتر المتصاعد مع إيران وهذه العلاقة المصيرية بين النظام في العراق وإيران؟ هل يمكن أن تتخلى عن هذا المشروع وتعترف أنها قد فشلت فيه؟ من الممكن قد ترفع الدعم عنه جزئيا، يعني لن يكون دعم أمريكا لهذا النظام بالسخاء الذي كان عليه سابقا. هل من الممكن أن تتصدى لهذا المشروع على اعتبار أنه في النهاية هو جزء من إيران وهي في صراع قد يتحول إلى صدام عسكري مع إيران، وبالتالي كما يقال بالعراقي أنه هذا النظام الموجود في العراق يروح بالرجلين، رجلين أمريكا وإيران؟ من حيث انتهيت قضية الصراع مع إيران، وأتفق مع الدكتور رافع أنها قادمة لا محالة، بل هي موجودة الآن حاليا، لكن كما أنا ذكرت في أكثر من مرة هو صراع نفوذ لا صراع وجود. لا يمكن للمشروع الأمريكي في المنطقة عموما ليس في العراق أن يكون أو أن يستمر بمعزل عن إيران. هذا المقال التحليلي الذي ربما يعبر عن بعض وجهة نظر السياسيين الأمريكيين هو كلام حق يراد به باطل. نعم هو تهيئة لمرحلة قادمة تهيئ لها أمريكا، لكن هذه التهيئة هي قضية تقليص نفوذ إيران في المشروع العراقي الذي باتت إيران تريد أن تتفرد به بالكعكة وحدها كما يقولون. لذا هذا التهيئة وهذا الأمر، هذا التحليل، هذا الكلام الحق الذي نراه جميل لا نبني عليه آمالا. هو ليس لي، لا يصب لصالح العراقيين، لا يصب في مصلحة العراقيين، لا يراد منه استبدال الباطل بالحق، وإنما يراد به تقليص بعض نفوذ الإيرانيين لاستبداله ببعض الشخصيات والوجوه الجديدة التي ربما تراعي استمرار هذا المشروع بالمحافظة على الموازنة التي كانت في سنواته السابقة، وهو التخادم، المحافظة على التخادم بين المشروعين الأمريكي والإيراني واستمرار مصالح أمريكا في العراق. لذا نحن نقول أن التشخيص صحيح، لكن المشكلة في العلاج. العلاج الذي لا نجده لا في هذا المقال التحليلي ولا في غيره على أرض الواقع، العلاج يكون باقتلاع هذه العملية السياسية التي جاءت من خارج الحدود واستبداله بمشروع وطني عراقي يقوم على أسس العدل وعلى الكفاءات العراقية. هذه نقطة مهمة. العراقية كثيرة التي هي تمتلك الكفاءة في الأداء والولاء الحقيقي للبلد. أشكرك. طالما أشرت إلى قضية المشروع الوطني دكتور قحطان الخفاجي، أليست هذه اللحظة الآن هي لحظة مواتية للمشروع الوطني للقوى الوطنية العراقية؟ هذا النظام الذي صنعه الغزو الأمريكي في العراق نظام الآن يترنح وربما يحتضر وباعتراف داعميه وباعتراف مصمميه الأمريكيين، أليست هذه فرصة سانحة للقوى الوطنية للظهور وطرح مشروع وطني للإنقاذ، خاصة أن هناك أيضا حراك شعبي كبير هو الأعظم والأكبر وهي تظاهرات ثورة تشرين التي أصبحت مناط أمل الحقيقة وحلم لكل الشعب العراقي؟ أولا وقبل كل شيء وشكرا لك ثانيا لأنك منحتني هذه الفرصة التي كنت أتمناها حقيقة أن أسأل هذا السؤال بهذا المستوى وهذه الفضائية. أقول نعم، الآن فرصة كبيرة جدا ومهمة ويجب أن يتم استثمارها استثمارا دقيقا.
الثورة العراقية الكبرى في تشرين هي ثورة ليس لها نموذج في التاريخ نهائياً. أن يبدأ من معاناة شعب صبر وعانى وساهم حتى نسبياً في تكوين هذه الآلية، واقتنع لاحقاً بخطأ ما تفكر به حينها، وعرف وتلمس كيف يخرج وما هو حل الجمعية للسلوك العراقي. الآن هنا على القوى السياسية الوطنية العراقية من غير المشاركة بالعملية السياسية أو من شارك بشكل معين دون أن يأتي مع محتل ولم يكن جزء من مذهبية طائفية ولم يكن فاسدا، أن يتلمس درسا واضحا علميا من الثورة العراقية تشرين ومن شبابها، أن يترفعوا فوق المسميات الضيقة، أن يتجاوزوا محنة المرأسة ومحنة التقدم في المشوار أو تصدي بالاسم، محنة أنا وأنت، بل الجمع الكامل الذي أعطانا له درسا واضحا الحراك الشعبي والثورة العراقية في تشرين، من تجاوز كل مسميات الضيقة وكل الانتماءات المذهبية وكل الفئات الضيقة لدليل كامل. لذلك أنا أدعو كل الشباب وكل المثقفين وكل القوى السياسية الوطنية غير المشتركة بالعملية السياسية أو التي ساهمت خطأ فيها أن تكون يد واحدة بنفس آلية وأفكار الثورة، ومنها أن أقول لحظة أخيرة، وإذا لم يتم استثمارها فسيكونون مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ أن الشعب قدم لهم عونا لم تقدمه أي شعب لأي ثورة ولأي حراك وطني حقيقي كما قدمه الشعب العراقي. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. أيضا هذه ربما فرصة جديرة أن تستثمر، وهذه فرص الحياة كما يقال تأتي بطيئا وتذهب سريعا وقد لا تتكرر. ما هو المطلوب، ما المترتب على القوى الوطنية العراقية أن تستثمر وتلتقط هذه السانحة التي قد لا يجود بها الزمن إلا بعد زمن طويل؟ ربما يعني الأسباب التي تدفع بالقوى المناهضة والقوى التي تقف ضد العملية السياسية وضد احتلال العراق منذ أول يوم لحد الآن، الأسباب كثيرة، وما ارتكبه الاحتلال وما ارتكبته كل هذه الحكومات وهذه القوى التي انضمت إلى العملية السياسية والعملية السياسية بمخرجاتها الكثير من المآسي والكثير من الفظائع التي تؤكد أن منهج القوى المناهضة للاحتلال منهجا صحيحا كان ولا زال، وثباتها على هذا الخط هو قرار صائب وقرار ضروري للشعب العراقي. وما خروج الشعب العراقي بهذه التظاهرات بهذه الثورة ثورة تشرين إلا تأكيد على المبادئ والأفكار التي تبنتها القوى المناهضة للعملية السياسية وللاحتلال وعلى رأسها يعني هيئة علماء المسلمين في العراق. هذه الحقيقة، الآن عليها أن تلملم صفوفها، أن تقف وهي يعني تدعو إلى هذا وهي متمسكة في هذا، أن تكون مع الثورة وهي مع الثورة. لذلك الآن القادم من الأيام هو للشعب العراقي، لقرار الشعب العراقي ولقرار قوى هذه القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والعملية السياسية، هذا زمنها والزمن القادم لها بالتأكيد، لأنها هي من ستتولى قيادة العراق في المرحلة القادمة. هؤلاء قد سقطوا ولا يمكن أن تقوم لهم قائمة. أمريكا لديها صراعات مع إيران تصفيتها، لكن الشعب العراقي وصل إلى حالة يعرف ويدرك أن من سينقذه من هذه الكارثة هو الشعب العراقي نفسه، لا يمكن إنقاذ العراق إلا بالشعب العراقي. وبالتالي هذه القوى مطلوب منها أن ترص صفوفها، أن توحد اتجاهاتها، أن ترى مصالح العراق أولا، لا أن تبحث عن الزعامات مثل ما حصل في فترات كثيرة. وشهدنا دعوات كثيرة ذهبت أدراج الريح بسبب البحث عن الزعامات غير مجدية. الآن العراق بحاجة إلى أن يقف الجميع معه، يقف مع الشعب العراق في مرحلة خطرة جدا تحتاج إلى توحيد كل الجهود. نعم دكتور عبد الحميد العاني، أيضا في إشارة في المقال أنه إدارة ترامب توصلت إلى استنتاج أن الانخراط في السياسة العراقية مضيعة للوقت، وأن الحقيقة بدأت تتعامل مع تداعيات انهيار هذا النظام في العراق. هل تعتقد أن القوى الوطنية أو أن هناك قوى وطنية جاهزة ومستعدة لملء هذا الفراغ إذا ما تحقق
هذا الانهيار لهذا النظام، هو طبعا الآن في حالة ترنح وقد يعني قد ينتهي في أي لحظة، هل تعتقد أن القوى الوطنية جاهزة لملء هذا الفراغ في العراق؟ نعم بالتأكيد القوى الوطنية جاهزة، لكن أيضا يعني أؤكد على ما ذكره الدكتور رافع، وبحاجة اليوم إلى لملمة الصفوف، إعادة تنظيمها والخروج بمشروع جاهز. طبعا المشاريع الوطنية جاهزة وعرضت أكثر من مرة، الأمر لا يحتاج إلا أنه ترفع العالم الغربي والمجتمع الدولي يرفع يده عن دعم هذه العملية السياسية الحالية. لكن أيضا لا نذهب بعيدا بالآمال، يعني الولادة الجديدة ستكون ربما صعبة جدا، لأنه هذا النظام الفاشل والفاسد آثار تداعيات سقوطه أيضا آثار سلبية كبيرة. لذلك الواجب ليس فقط على القوى الوطنية فقط، وإنما الشعب العراقي بأكمله أن يتكاتف وأن يقف يدا واحدة لملء هذا الفراغ، وملء الفراغ لا يكون بعملية سياسية ربما فقط، وإنما بجملة من الأمور ومن أهمها الجانب السياسي الذي ربما سيغطي بعد ذلك على بقية الجوانب الأخرى ومنها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغير ذلك. لكن نحن نبقى ونقول أن العراق مليء بالقدرات والإمكانيات الوطنية ولاء للوطن ونزاهة وكفاءة أيضا في الأداء، فالشعب العراقي ليس شعبا عاديا أو شعبا ضعيف التاريخ أو فاقد للكفاءة، بل لديه قدرات كبيرة جدا مادية ومعنوية شخصية، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا دكتور. بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى أختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ناقشت المقال أو مضامين المقال التحليلي لمجلة فوريان بوليسي عن الوضع في العراق والعملية السياسية. ولم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور قحطان الخفاج أستاذ العلوم السياسية، وكلهم كانوا عبر سكايب. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.